احباب سلام عليكم، كي دايرين؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا لاباس. العيالات حباباتي سلام عليكم، الاخوه اللي تتفرجوا فيا سلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم زينه يا ربي الحبيب. انا الحمد لله الحمد لله بخير، اللي لقى صحيحته يحمد الله ويشكره. هذا الفيديو هنديكم معايا احباباتي عند المحامي، هنمشو عند المحامي انا والسيده صاحبتي الجاوريه، عندنا رونديفو عنده. المهم قبل ما هنمشي عنده خاصني نوجد حوايجي ونلبس ونقد شويه المسائل. هنشارك معاكم منتوجات تاوع الشركه تاع دو انتيميد، دي برودوي تاع الشركه دو انتيميد. هنبدا بهذا القوماج، القوماج دو انتيميد، شركه عالميه فيها دي برودوي كوزميتيك دو كاليتي توب، يعني جوده عاليه، جوده زينه. المهم عندي انا دابا لا غام، واحد ثلاثه لي برودوي، عندي القوماج وعندي اونتي سيرن وعندي واحد لو ماسك تاع الليل احباباتي. المهم انا نوريهم ليكم كلهم. المهم هنحك وجهي، هنبدا نحك وجهي باش ما يجينيش الفيديو طويل. ما تحتاجيش ديري بزاف، ما تحتاجيش يعني الكميه، خاصك ديري غير كميه قليله فيها فائده مزيانه وفيها جوده عاليه. مهم اول حاجه اللي نقدر نقول لكم على هاد لي برودوي، هاد لي برودوي بالنسبه لكل شيء، الرجال والنساء والمراهقات، يعني كل شيء استعمل هاد لي برودوي وغير كميه قليله تتكون فيها فائده. هاد القوماج احباباتي هو قوماج تنقي الوجه بالنسبه لكل انواع البشره، اللي عندك التصبغات، عندك الكلف، عندك مشاكل في الوجه، عندك الحبوب، عندك لاكني، عندك اي مشكل في الوجه تنقي، ما عندكيش شي مشكل في الوجه حتى هو زين مقشر فن احباباتي. جربتهم مؤخرا، تنجرب فيهم واليوم هنشارك معاكم. مهم هنبدا نحك وجهي، ندير شي شويه تاع المدافي ونحك باش ما يجينيش الفيديو طويل احباباتي. لحباب هاد المنتوجات فيهم واحد النسبه عاليه تاع الكولاجين، والكولاجين مهم بالنسبه للبشره، بالنسبه للتجاعيد، بالنسبه للترطيب، بالنسبه للنعومه تاع البشره. يعني مهم اننا نعرفوا ان هاد المنتوجات فيهم الكولاجين بواحد النسبه عاليه احباباتي. هنخلي لكم الرقم تاع التليفون تاع فوزيه، حبيبتي فوزيه هي اللي خديت من عندها هاد لي برودوي، هاد لا غام تاع دو انتيميد. سيده طيبه تتشرح تتفسر، وهنخلي لكم لو لين تاعها في التعليق. البوتيك تاعها اللي بغيتو تشرو مرحبا بكم، بغيتو قبل ما تشرو تاخذوا من عندها نصائح، دخلوا عندها تشرح لكم وتفسر لكم احباباتي اي حاجه. والسيدات احباباتي اللي بغاون يخدموا وبغاو يعاونوا راسهم دخلوا عندها، راه اللي بغيتو تخدموا حتى هي عندها فريق عمل، يعني تتبيع احباباتي لي برودوي كوزميتيك تاع دو انتيميد، تتبيعهم وفي نفس الوقت احباباتي تشرح ليك وتعاونك على اساس الخدمه. المهم انا مسحت دابا وجهي. المهم القماش تقدري ديري جوج مرات في الاسبوع، بالنسبه لي انا جوج مرات في الاسبوع كافيه لان عندي وجهي ناشف احباباتي. المهم بالنسبه للسيدات اللي عندهم تصبغات، راه تنقي الوجه، تنقي الوجه يعني من بعد الحمل ومن بعد الولاده، تنقي نقى لي الوجه من داك الشيء الرفيع. الوصفات الطبيعيه زينه، ولكن لي برودوي من تيكونوا دو كاليتي احباباتي تيكونوا زينين وتيكون عندهم واحد الفعاليه، واحد لا كونسونطراسيون، واحد التركيز تاع المواد زينه بيو. لي برودوي كلهم طبيعيين 100% احباباتي. ودابا هندوز الانتي سيرن احباب. قبل ما ندوز الانتي سيرن، ها هو الانتي سيرن تيجي بحال هكذا، هنوريكم غير لي زومبالاج. لي زومبالاج زوينين، الباكاجين زوين، هذا اللي فيه المقشر القوماج احباباتي، تيخلي الوجه وحق الله العلي العظيم وحالفه لكم على صدق، تيخلي الوجه من داك الشيء الرفيع. هنايا عندي اونتي سيرن احباباتي، انا هنديرو قدامكم، وعندي هاد الماسك تيدار في الليل، راه هنديرو تارجع مع المحامي ونعرف راسي ما بقيتش هنخرج، وهنديرو تنخليه الليل كله، يعني
تيبقى في الوجه اللي كل احباباتي تيشربوا، والغد تيكون الوجه تاعك تيشعل اشراقه وتنضاره وسميتو، وتنقي ليك الوجه وتيخلي الوجه ابيزي، يعني الوجه تيخليه مقاد وزوين وحنين ورطب. المهم داكشي اللي حنايا تنبغوا بالنسبه للرجال والنساء حتى هما. انا بالنسبه ليا هاد لي برودوي الجميع يعني الترجال يشرو، غنخلي لكم احباباتي كما قلت لكم لو ليان تاع السيده في التعاليق، ونخلي لكم الانستغرام تاعها، ونخلي لكم كل المعلومات. المهم هاد الماسك ترجع وهنوريكم كي هندير ليه، راه غير هنديرو غير الوجه بواحد الكميه قليله، وتبارك الله لي برودوي راه فيهم الخير والبركه، ماشي بالضروره تستعملوا كميه كثيره الحباب. ودابا هندير اونتي سيرن، والله العلي العظيم هانتوما الاونتي سيرن ها هو. عرفتي لومبالاج فن، الباكاجينغ فن، صافي باركة. ها باركة، كمية قليلة حباباتي، كمية قليلة كافية. وانتم تتعرفوا بأن صغير مع البيبي، وأنا أصلا عندي الهالات السوداء من عقلت على حليت القناة، وأنا تنقول لكم عندي الهالات السوداء وراثيين حباباتي، يعني تنقص منهم ولكن ما تنقدش نحيدهم. واحد الاحساس، واحد الرطوبه، وهاد البلاصه كلها تاع التجاعيد تتكالمه، هاد البلاصه كلها تتستومبي تجاعيد. الماسك تاع الليل لايق تيليق التجاعيد، تيليق النضاره الاشراقه، يعني اي حاجه عندك في الوجه تتعاني منها تيقادها، تيقاد ليكي كل شيء اللي عندك في الوجه، وتخلي الوجه فيه، تخلي الوجه بالمغربيه تخلي الوجه ها لا غام. فيها ثلاثه لي برودوي هادي، كاينين دوطغ غام، كاينين برودويات اخرين، ولا ليفريزون فابور، يعني الارسال فابور، ما تخلصي لا ارسال ما حتى شي حاجه. انا من خديتهم صراحه لله، من صيفطات ليا لو ليان ومن جيت خلص بان ليا الارسال فابور، والله لا فرحت. خاصكم تعرفوا واحد المساله، هاد الشيء تاع لي برودوي، بنادم ضروري يستعمل دي برودوي دو كاليتي، يعني بالنسبه ليا انا في الاربعينات ضروري نستعمل برودويات زينين احباباتي. تنستعمل الحناني والقلب الهاني، تنستعمل الوصفه الطبيعيه، ولكن من تيكون لو برودوي زين كونسونطري بالنسبه ليا راه تيبان فيا الضوء وتيبان فيا الدليل. ها هو صافي. هندير دابا سميتو شويه تاع لا كريم دو جور، راه تتبيع السيده فوزيه تتبيع كريم دو جور، عندها كريم دو نوي، عندها بزاف لي برودوي، لا غام كبيره، وكاينين حتى الروايح، نحاول نخلي لكم هنايا شي شويه تاع الروايح وهداك الشيء. عندها كل شيء احباباتي، دخلوا عندها، راه سي ان بارطاج سينسير، سي ان بارطاج سيريو، سي ان بارطاج في دي برودوي دو تري اوت كاليتي، جوده عاليه والله شاهد عليا. الله يا ربي، الله عرفتي من تطلعي في وجهك تيكون واحد الاحساس زين. المهم البس حويجاتي يا حباباتي، البس حويجاتي. انتم اصلا تتعرفوا بانني انا ما تنكترش على راسي الماكياج، هنقاد الحاله شي شويه وهنخرج نمشي للغونديفو تاعي انا والسيده صاحبتي عند المحامي، ومن نهار رجع هنقول لكم اش كاين ونشرح لكم شحال من حاجه. الله يدير شي تاويل الخير، الله يعاوننا، الله يعاونكم، الله يعاون الجميع. واي واحد بغى يدير شي حاجه في حياته زوينه هي هذيك، الله ييسر ليه والله يعاونو. كما قلت لكم البنات، بغيتو تاخذوا لي برودوي مرحبا بكم، مرحبا بكم عند فوزية. النمرة التليفون واللو ليان تاع لابوتيك هنخلي لكم في التعاليق، ونخلي لكم المعلومات كلهم احبابتي في الفيديوهات ها هما. وانا هنشد لكم دابا على لي برودوي، وهنحط لكم تصاور باش نشرح لكم، مهم باش تكون الصورة واضحة. عرفتي هاد الماسك تاع الليل تبارك الرحمن،
وحق الله العلي العظيم عرفتي تيخلي الوجه مع الصباح من تتفيقي تيكون الوجه صافي، تيكون الوجه زوين، تيكون الوجه رطب احباباتي، رطب 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 رطب، وتتحسي بها التجاعيد كلهم تتستومباو تتاموطاو، تتحسي بالوجه جبت، تتحسي بالوجه ولا زين من داك الشرفيح. المهم نمشي نلبس حويجاتي، راني باقا لابسه البيجاما ونكمل معاكم الفيديو احباباتي. الحباب دخلت الحمد لله كل شيء بخير، ولدي ناعس في الصالون، جيت نكمل الفيديو هنايا في البيت. المهم كما قلت لكم مشيت انا وصاحبتي القاوري عند المحامي، صاحبتي القاوري كما قلت لكم في واحد جوج فيديوهات ولا ثلاثه مداعيه مع السيد تاعها، كانت دايره باكس ورقه بينها وبين السيد تاعها، هي هذيك على اساس انهم مجموعين واحد النوع تاع الزواج، واحد الورقه تصيفطيها النوطير وتصيفطيها المؤسسات الفرنسيه. مهم فيه سميتو فيه السلبيات اكثر من الايجابيات، رانا ديجا شرحته في واحد الفيديو، البنات اللي متبعيني عارفين السلبيات وعارفين الايجابيات، وقلت لكم الزواج احسن حاجه هي الزواج الزواج الزواج، لان هذا الباكس اللي كان عنده شي مشكل ولا شي حاجه الله يحفظ خاصك بالزمن كي تخلصي معاه وما عندكش الحق في التقاعد تاعو. المهم ما علينا، مشينا عند المحاميه تاعها سميتو، كانت عندها الجلسه هالشهر، هذا الشهر كانت عندها الجلسه. المهم الجلسه طرو بورطات لسبتمبر بروشين، هو السيد تاعها لي سميتو ما قال بانه ما موجدش، يعني خاصو ياخذ محامي، هي ديجا مداعيه معاه على اساس شحال من حاجه، عندها واحد ثلاثه لي بروسي معاه، هي هذيك فيهم العنف وفيهم شحال من حاجه، وسميتو مداعيه معاه على اساس انها كانت خدامه معاه وما عطاهاش الحقوق والواجبات وداك الشيء. المهم عندها الملف شويه شويه صعيب، وسيرتو انها هي كانت طايقه فيه شحال من حاجه وما كانش تخبي الوراق عندها، يعني الوراق كلهم عنده، يعني عندها مشكل كبير. المهم ما علينا، سبتمبر ان شاء الله ادي الجلسه تاعو. صاحبتي هذه القاوري انا ديجا قلتها في واحد في الفيديوهات، هذه ساكنه معاه 7 سنين وهي اونصومبل، هما مجموعين احباباتي مجموعين اونصومبل. هي هذيك السيد بين ليله وحاها وضحاها وضحاها تراجلت وضحاها تبدل، كانت هي تسحب بان المشكل هو بنته اللي كانت جات جلست معاهم واحد الفتره، تتقول بانها هي اللي تتقول لها ما ديريش اتونسيون، ما تجيبيش لو كوبان لو بيتي كوبان للدار، هي هذيك. المهم كاينين شي حوايج ما تفاهموش معاهم، وانا في هذيك الوقيته كنت نقول لها دخلي سوق راسك، دخلي سوق راسك، الدريه ماجور دبر راسها هي وباها، هي وباها، واصلا سميتو اصلا هو ماشي يعني باها بالتبني، باها بالتمني. المهم هي ما دايره، صاحبتي ما دايره معاه حتى ولاد، هي دايره ولادها مع واحد السيد الاولاني مات الله يرحمه، والده معاه وليدات ربعه. المهم ودابا ما عندها حتى ولد معاه، اصلا صاحبتي اكبر مني تقريبا عندها شي 59 عام. المهم ساكنت مع هاد السيد تاعها اللي مداعيه معاه شي 7 سنين، كانت خدامه معاه في الاخر هاد الاعوام الاخيره. المهم قلب عليها واحد القلبه خايبه، من جينا نهبشو، انا ماشي انا اللي هبشت، من جيت تهبش مع صحابو اللي كانت تخرج معاهم وتدير دي غوبا معاهم وداك الشيء، وانا شايفاهم هاد صحابو، يا هذيك السيد كان معرف على واحد السيده قبل، يا هذيك ومن عرف راسو قرب يشي التقاعد وبغى يتأنجاجا مع صاحبة صاحبتي القاورية، صافي حرر عليها العيشة وقال لها ما بقيتيش تقي ليا وهادي وهادي. المهم كما قلت لكم في واحد الفيديو راه خرجت بين ليلة وضحاها من الدار، لأن دايرة معاه غير الباكس ودايره معاه واحد الورقه عند النوطير، عندها واحد البورسونتاج، وفي هذيك الورقه تاع النوطير في البورسونتاج فيها شحال من كونديسيون. هو السيد مع لاباس عليه، بوكو حبه بوكو حبه بوكو حبه، رانا ديجا شاركت معاكم الديور اللي عنده والفيلا وسميتو ولابارتمون، هنخلي لكم الفيديوهات في صندوق الوصف حبيباتي. السيد شابع حبه، شابع فلوس، يعني عارف وعندو دي زافوكا مع عندو دي سوسيتي،
يعني عارف من دخول ومن يخرج، يعني داير دي كونديسيون شروط باش ما تصور حتى شي حاجه. المهم ما علينا، هي وحل ليها حتى لهنا لان سميتو ابقى فيها الحال تفقسات سكني سكي نورمال. السيد كانت بخير وعلى خير معاه وفي الاخر قلب عليها. المهم دابا هو باغي يتزوج، باغي يتزوج بصاحبه، وتخيلوا باغي يتزوج بصاحبه. المهم صاحبتي انا نادين مقاتله على اساس انها تاخذ شويه تاع الحقوق تاعها. الله ييسر ليها والله يعاونها. نرجعوا لموضوعنا، انا تاني سولت المحاميه على قبالية المسائل تاعي، غير سولتها البنات انا راه ما دافع على طلاق لا حتى شي حاجه، باش نكون واضحه معكم احباباتي، ما دافع على طلاق لا حتى شي حاجه، تنمشي معاها دائما. و اون ميم طون اللي كانت شي حاجه تنعرف بان هذه المحاميه هي اللي هتشد ليا الملف تاعي اللي كان شي طلاق، ولكن انا ما دافعه والو. اصلا المحاميه كانت واضحه معايا حتى في هذه المره، قالت لي ما عندك ما ديري انت جلسي سانتا العظام كي هي هذيك بالفرنسيه، قالت لي سا سيغ غير انك ديري اون بروسيدور وداك الشيء طونكو الراجل ما دارش واحد لو با في لو ديفورس. قالت لي ما ديري حتى شي حاجه، قالت لي صاريف كاينه اون سيباراسيون، بين لا سيباراسيون هي هذيك يعني انفصال، كاين انفصال يعني تاع العلاقه الحميميه، كاينه انفصال شحال من حاجه، ولكن حيت سميتو بات ولادي داير الواجب تاعو بالنسبه للمصروف، داير الواجب تاعو بالنسبه اللي يعني معترف بالدري بولدي، يعني قالت لي هذا خصومه، قالت لي خصومه فيها سيباراسيون، قالت لي ما ديري حتى شي حاجه. المهم استفدت منها شحال من حاجه لانها شرحت لي شحال من حاجه. قالت لي سولتها، قلت لها مثلا ونكذب، سولتها ما نكذبش عليكم احباب، انا ما باغاش نتخاصم، ما باغاش نتفارق، ما باغاش نطلق، ولكن سولتها احبابي قلت لها في حاله، قلت لها اللي طلقنا قلت لها اللي تزوجت انا بغيت نتزوج، اشنا هما الحوايج اللي هي لا يكون عندي مشكل فيهم بالنسبه للولاد وداك الشيء. المهم جاوبتني بصراحه العباره، قالت لي شوفي، قالت لي في حاله اللي طلقتي، في حاله اللي طلقتي قالت لي ما عندكيش الصالح انك تزوجي، قالت لي ما خصكيش تزوجي، قالت لي كاع اللي تزوجتي تزوجي بشي واحد قالت لي عنده ان تري بون سيتوياسيون. شو الهضره، والمحاميه حتى هي مره بحالنا بحالها. قالت لي انت تكوني والده الدراري، ولد الدراري مع واحد السيد وعندك واحد الاعوام معاه يعني اكثر من 10 سنين وداك الشيء، قالت لي عندك الحق في التقاعد تاعو، يعني واخا هو اللي بغى يتزوج مع شي وحده اخرى ولا شي حاجه، قالت لي تزوج ولا يدير هذاك الشيء اللي بغى يديره. قالت لي ولكن ما حدك انتيا ما تزوجتيش من بعده، من بعد الطلاق ما تزوجتيش، قالت لي عندك الحق في التقاعد تاعو. يعني المهم هي تتهضر معايا على اساس امراه، ما تتهضرش معايا على اساس انني مغربيه، ما تتهضرش معايا على اساس انني مسلمه، ما تتهضرش معايا على اساس انني شحال من حاجه، تتهضر معايا على اساس امراه او السيده محاميه فرنسيه. قالت لي في حاله اللي تزوجتي من بعد الطلاق تاعك والسيد وبنت الدراري مات ما عندكش الحق في التقاعد تاعو. قالت لي يعني اللي تفارقتي معاه وكان طلاق، قالت لي انا تنصحك انك ما تتزوجيش نهائيا. قالت لي تخلقي علاقات، بغيتي تخلقي علاقات تنعاود نحل واحد القوس، محاميه جاوريه يعني سميتو عيشي الحياه، عيشي حقوقي كسيده، ولكن ما تكاتبيش وما تزوجيش لان ما تيبقاش عندك الحق في التقاعد تاعو. المهم هاد العالم تاع الطلاق، هاد العالم تاع الزواج، وهاد العالم تاع هادشي ما تكون فيه الوليدات وداك الشيء، عالم كبير. المحاميه تتشوف بعيد، شوفوا تبارك الله المحاميه تتشوف بعيد. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، مشينا انا وياها، انا ونادين صاحبتي عند المحاميه. المهم الملف تاعها كثير 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 مشي كثير عاويس كما تنقولوا. المهم ما نكثرش عليكم، بيتو نعطيكم معلومات اخرى على البنات وداك الشيء، خلوا لي في التعليق، خلوا لي في التعليق اي حاجه بغيتوا تعرفوا على الطلاق والايجابيات والسلبيات وهذا الشيء، وانا اصلا غنمشوا عندها
في سبتمبر، في سبتمبر غنعاودو نرجعو نشعلها احباباتي هاد المحامية وغنسولها. المهم قالت لي في حالة اللي كان طلاق يعني دفع عليك دعوة على قبل الطلاق، قالت لي اجي عندي، قلت لها وي بيان سور، قالت لي ما حد وما داير حتى شي حاجة، قالت لي جلسي وتنط العظام كي كيما خلاتها عدوسي، قالت لي هو باغي الوقت وما حد وما قال لك لا طلاق لا حتى شي حاجة، قالت لي عدوسي ما كنا مشينا عندها انا والدراري وصاحبتي هادي هي هادي، قالت لي دخلي سوق راسكي. المهم هادشي اللي كان البنات في الفيديو، هاد الكسوه هادي راه كسوه تونيك تجي تحت الركبه، تلبس معاه انا شورت سيكليس سميتو، غنخلي لكم الفيديو نخلي لكم التصويره هنايا. المهم الفيديو تاع هاد الكسوه من شيئين في كود برومو اللي بغيتو تستافدوا منه في صندوق الوصف. المهم دابا نمسح وجهي، اصلا وجهي ما دايرهش لي شي حاجه، يا هذيك مسخر العكر وندير هذاك الماسك تاع فوزي يا حبيبتي، يا هذيك ونخليه في الاخر تاع العشيه وهنبات به. الماسك عامر بالكولاجين، هاد لي برودوي كلهم اللي شاركته معاكم تاع فوزيه اللي خديتهم عندها وصيفطت ليا لو ليان خديتهم عندها، عامرين بالكولاجين ضد التجاعيد، كونسونطري مركزين بالمواد الطبيعيه والمواد الزينه حباباتي. خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه يا هذيك، وهنمشي نمسح وجهي وهن نتوليزي نتوليزي هذاك لو ماسك. كرو بيزو البنات، تهلاو فراسكم ودخلوا عند فوزيه والما واللي كان شي حاجه وما عرفتوش شي حاجه دخلوا عند الانستغرام، راني نجاوب على راسي وعيني يا حباباتي. الله يفرحكم والله يسهل لكم والله يخلي لكم وليداتكم، وخلوا لي في التعاليق، خلوا لي في التعاليق اش بان لكم فهادشي اللي قالت المحاميه. لحباب مسحت وجهي فوالا، هاد الماسك عامر بالكولاجين، عامر بالكولاجين، هنبقى به الليل كله حباباتي.